مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو مونوبولين؟ ما هي ميزات مونوبولين؟ ما هو مونوبولين؟ هو أول مشروع جيميفاي مستقبلي ثلاثي الأبعاد على الإطلاق، يدور مفهومه حول لعبة مونوبولي الشهيرة. يستخدم اللاعبون NFT لتمثيلهم والتحرك في جميع أنحاء اللوحة للحصول على المكافآت وحماية الأصناف النباتية والانضمام إلى حروب المجموعات. ما هي ميزات مونوبولين؟ مستوحاة من الألعاب الناجحة مثل AXIE Infinity و CRABADA، تجمع اللعبة بين أفضل ما في العالمين. أوضاع اللعب التنافسية والاجتماعية PvP، تجربة ممتعة ومثيرة PvE مع الأنشطة، بالإضافة إلى نظام PvE للعناصر اللامركزية من خلال معدات اللعبة مثل NFTS وبناء العالم المدعوم بعناصر دافئة. لدى مونوبولين أراضي ومباني افتراضية للاعبين لامتلاك وإنشاء ميتافيرس للمستقبل. تم تصميم مونوبولين لجذب كلا العالمين، النظام الأيكولوجي اللامركزي المدعوم من البلوكشين، حيث تحدد إجراءات اللاعبين تطوير اللعبة باستخدام منظمة مستقلة لامركزية داو، بالإضافة إلى اللعب الخالص والجانب التنافسي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.